بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ أحمد بوخو، طبعا الثانوية الإعدادية بن خلدون، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهات الساقية الحمر. هذه الحصة طبعا غادي نخصها الدعم بعد إنجازنا لدرس يعني القانون إضافية التوترات. إذا تم اختيار واحد المجموعة من التمارين طبعا حسب الأهداف المسطرة، فيها تمارين ديال طبعا الاسترداد ثم التطبيق والاستدلال. اذا طبعا قبل ما نمروا للتمارين، اولا غادي نقوموا بتذكير بالمفاهيم اللي شفناها في هذا الدرس. شفنا التوتر الكهربائي، التوتر الكهربائي فهو مقدار فيزيائي قابل للقياس. شفنا يعني القوانين التي تخضع لها او يخضع لها التوتر. غادي نبداو اولا بالتركيب على التوالي، نحاولوا نقوموا بالتذكير في التركيب على التوالي. شفنا ما يسمى بقانون إضافية التوترات، يعني التوتر تيخضع لقانون إضافية التوترات. شنو تيقول هذا القانون؟ هذا قانون إضافية التوترات يقول بأن التوتر طبعا بين قطبين الموليد يساوي مجموع التوترات بين مربطي الأجهزة المستقبلة المركبة على التوالي. أجهزة المستقبلة مركبة على التوالي، يعني في دارة مغلقة، فالتوتر بين قطبين الموليد يساوي مجموع التوترات بين طبعا مربطي الأجهزة المستقبلة المركبة على التوالي. بالنسبة للتركيب على التوازي، إذا في التركيب على التوازي أو ما يسمى بدارة متفرعة، وجدنا بأنه طبعا يوجد نفس التوتر بين مربطي الأجهزة المركبة على التوازي. يوجد نفس التوتر بين مربطي الأجهزة المركبة على التوازي. إذن يوجد نفس التوتر بين مربطي كل جهاز أو كل ثنائي قطب بما فيه طبعا المولد، يعني أن التوتر فهو توتر موحد بين مربطي الأجهزة المركبة على التوازي بما فيها المولد. أما في التركيب على التوالي فتنجد بأن التوتر بين قطبي المولد يساوي مجموع التوترات بين مربطي كل جهاز مستقبل. الآن طبعا غادي نمروا للتمارين، غادي ناخذوا سلسلة من التمارين. غادي نبداو بالتمرين الأول. التمرين الأول حاولوا قراءة ديال هذا التمرين. أولا املأ الفراغ بما يناسب. في تركيب على التوازي يوجد فراغ توتر بين مربطي كل ثنائي قطب بما فيه نقطة. ثم الجملة الثانية، في تركيب على التوالي فراغ التوتر بين مربطي المولد يساوي طبعا فراغ توترات بين مربطي مجموعة من مستقبلات كهربائية. دائما نقرأ الجملة كلها ونحاول نضيف الكلمات المناسبة حسب السياق ديالها في الجملة. إذا نبدأ طبعا، في تركيب على التوازي يوجد طبعا هنا التوتر، نعرف بأنه في التركيب على التوازي يوجد نفس التوتر بين مربطي كل ثنائي قطب بما فيه المولد. هذا قانون شفناه، قانون موحد ديال التوتر اللي تيقول بأنه في تركيب على التوازي يوجد نفس التوتر بين مربطي كل ثنائي قطب بما فيه المولد. الجملة الموالية، في تركيب على التوالي هنا التوتر بين مربطي والمولد، تنعرف بأن في تركيب على التوالي فالتوتر بين مربطي المولد يساوي مجموع التوترات بين مربطي مجموعة من أجهزة مستقبلة. يعني أن هذه العبارة هذه الجملة هذه تتعبر على ما يسمى بقانون إضافية التوترات. تنعرف في تركيب على التوالي لأجهزة
التوتر بين قطبين مولد يساوي مجموع التوترات بين مربطي مجموعة من مستقبلات كهربائية. غادي نقراو التصحيح. إذا في تركيب على التوازي يوجد نفس التوتر بين مربطي كل ثنائي قطب بما فيه المولد. العبارة الثانية، في تركيب على التوالي التوتر بين مربطي المولد بين قطبي المولد يساوي مجموع التوترات بين مربطي مجموعة من مستقبلات كهربائية، هذا ما نسميه بقانون العقد. طبعا بعد تصحيح السؤال الأول غادي نمشيو للسؤال الثاني. فالسؤال الثاني نرجعوا للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول احسب التوتر اي واحد بين مربطي المصباح ال واحد في كل حالة. نعطي هذو معطيات اي 3 تساوي 3 الفولت، طبعا التوتر بين مربطي المصباح ال 3، يو اي 2 تساوي 2 فولت. اذا مطلوب منا نحسبوا التوتر اي واحد بين مربطي المصباح ال واحد في كل حالة في كل تركيب. طبعا غادي نبداو بالتركيب الاول. التركيب الاول هو هذا، تلاحظوا بان هذه الداره هذه تحتوي على ثلاثه اعمده مركبه على التوالي، بحيث انه يتم ايصال القطب الموجب لاحد الاعمده بالقطب السالب للعمود الذي يليه. ثم عندنا المصباح ال1، اذا هنا داره عناصرها مركبه على التوالي. اذا كيفاش غادي نحسبوا التوتر بين مربطي المصباح طبعا ال3 اللي سميناها اي ال1 اللي سميناها اي1. اذا عندنا طبعا حسب قانون اضافيه التوترات نعرفوا بان التوتر بين قطبي المولد يساوي التوتر ديال هذا الجهاز ديال هذا المصباح ال1، وبالتالي غادي نسميو التوتر، نرجعوا للسبوره. اذا التوتر بين قطبي المولد، التوتر بين قطبي المولد اللي غادي نرمزوا لها ب U، هنا U هو نقطتين. فطبعا عندنا هنا ثلاثة ديال أعمدة مركبة على التوالي، وبالتالي التوتر في هذه الحالة حسب قانون إضافية التوترات يعني U تساوي E واحد زائد، طبعا نسميها يعني التوتر ديال العمود الأول اللي هي 1.5 فولت زائد 1.5 فولت، توتر ديال العمود الثاني زائد توتر ديال العمود الثالث اللي هي 1.5 فولت. يعني ان التوتر ديال المولد في هذه الحاله يساوي 4.5 فولت. ثم التوتر ديال المصباح، توتر المصباح ال1 هو اي1. طبعا حسب قانون إضافية التوترات فالتوتر بين قطبي المولد يساوي التوتر بين مربطي المصباح، إذن هنا غتكون عندنا U واحد تساوي U، وتساوي طبعا سبق لنا حسبنا U فهي 4.5 فولت. هذا بالنسبة للتركيب الأول، هنا التركيب الأول. إذا تلاحظوا في هذا التركيب هذا تم تطبيق ما يسمى بقانون إضافية التوترات، ولكن بالنسبة للأعمدة لأن أعمدة مركبة على التوالي، إذا غادي نعتبروا بأن المولد فهو عبارة عن ثلاثة أعمدة مركبة على التوالي، وبالتالي التوتر ديال المولد في هذه الحالة يساوي مجموع التوترات ديال الأعمدة الثلاث 1.5 فولت زائد 1.5 فولت زائد 1.5 فولت اللي تعطينا 4.5 فولت، والتوتر ديال المصباح إذا فهي تساوي 4.5 فولت. بالنسبة للتركيب الثاني، إذا عندنا دارة كهربائية تحتوي على مولد توتره 9 فولت، وعندنا المصابيح الثلاث L1 L2 و L3. فطبعا عندنا معطيات، هنا مطلوب منا باش نحسبوا التوتر، إذا هنا غادي نرجعوا للمعطيات. عندنا التوتر بين مربطي المصباح ال2 هي 2 فولت، والتوتر بين مربطي المصباح ال3 فهي 3 فولت. اذا لايجاد توتر اي1 في التركيب 2، نرجعوا لهذا التركيب هذا. اذا في التركيب 2 غادي نطبق قانون اضافيات التوترات.
إذن عندنا الأجهزة مركبة أو ثنائية قطب مركبة على التوالي، وقانون إضافية التوتلات تقول، فنكتب هذا القانون اللي تقول بأن التوتر بين قطبي المولد يساوي مجموع التوترات بين مربطي الأجهزة المستقبلة، وبالتالي غادي نجدوا واحد العلاقة، التوتر بين قطبي المولد غادي نسميها U تساوي التوتر بين مربطي المصباح L1 E1 زائد التوتر بين مربطي المصباح L2 U2 زائد التوتر بين مربطي المصباح L3. هنا مطلوب منا نستخرجوا E1، إذن هنا لدينا إذن نستخرجوا E1، E1 تساوي U ناقص المجموعة U2 زائد U3، هكذا تنجدوا العلاقة، هذا ما نسميه بالتطبيق الحرفي. باش نجدوا القيمة ديال E1 غادي نمروا لتطبيق عددي، تطبيق عددي، إذا غادي نعوضوا كل توتر بالقيمة ديالو، E1 تساوي طبعا U توتر بين قطبي المولد راه هو عندكم في الشكل هو 9 فولت ناقص توتر بين مربطي المصباح الاثنان حسب المعطيات فهو 2 فولت زائد توتر بين مربطي المصباح L3 اللي هي U3 3 فولت، وهكذا U1 تساوي 9 فولت ناقص 2 فولت زائد 3 فولت فهي 5 فولت، إذا هنا تنجدوا بأن U1 تساوي 4 فولت. إذا تلاحظوا في كلتا الحالتين تنطبقوا ما يسمى بقانون إضافية التوترات، سواء في التركيب الأول بالنسبة للأعمدة أو في التركيب الثاني بالنسبة للمصابيح. إذا نشوفوا التصحيح، هذا بالنسبة طبعا السؤال الأول. السؤال الثاني، أحسب التوتر U بين مربطي المصباح L1 في كل حالة. في التركيب الأول حسب قانون إضافية التوترات فإن التوتر بين قطبي المولد يساوي التوتر بين مربطي المصباح أي U تساوي E1. بما أن الأعمدة مركبة على التوالي فإن U تساوي 1.5 فولت زائد 1.5 فولت زائد 1.5 فولت، يعني المجموع تساوي 4.5 فولت. وبما أن U تساوي 4.5 فولت إذن E1 تساوي 4.5 فولت. هذا بالنسبة للتركيب الأول. بالنسبة للتركيب الثاني، التركيب الثاني اعتمادا على قانون إضافية التوترات نكتب U تساوي كما تشوفوا في السبورة U تساوي E1 زائد U2 زائد U3، يعني أن E1 تساوي U ناقص U2 زائد U3. بعد عملية حسابية لقينا أن U1 تساوي 4 فولت. إذا نمشيو الآن للتمرين الثاني. التمرين الثاني نعتبر الضرة الكهربائية الممثلة في التبيانة أسفله المصباحان L2 و L3 متماثلة، التوتر U1 بين مربطي المصباح L1 هو U1 تساوي 5.6 فولت. إذن سؤال، حدد توتر U بين قطبي المولد. حدد توتر U بين قطبي المولد. تلاحظوا أولا شوفوا نوعية التركيب، فهذا تركيب على توازي. طبعا تلاحظوا بأن المولد مصباح L1 مركبين على التوازي، ولكن تنجدوا أن مصباح L2 و L3 هادو مركبين على التوالي أنه تيتوجدوا في نفس الممر. وبالتالي حدد كيفاش غادي نحددوا التوتر بين قطبي المولد اعتمادا على المعطيات. هنا طبيعة الحال باش نجدوا التوتر بين قطبي المولد، اذا هذه دارة متفرعة فيها دارتين، يمكن ناخذ مثلا الدارة الاولى اللي فيها المولد والمصباح الواحد، وحسب قانون طبعا اللي شفناه ديال قانون التوتر، التوتر الموحد في تركيب على توازي، فالتركيب على التوازي يوجد نفس التوتر بين مربطي الأجهزة المركبة على التوازي. وبالتالي بما أن المولد والمصباح L1 مركبين على التوازي إذن عندهم نفس التوتر، يعني أن التوتر بين قطبي المولد هو نفسه التوتر بين مربطي المصباح L1، وبالتالي U تساوي E1 تساوي 5.6 فولت. هي هذه، إذن ما أن العمود والمصباح L1 مركبين على التوازي فإن U تساوي E1 تساوي 5.6 فولت.
نرجعوا للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: احسب التوتر U2 وU3 على التوالي بين مربطين مصباحين L2 وL3. احسب التوتر U2 وU3 على التوالي بين مربطين مصباح L2 وL3. إذن كيفاش غادي نحددوا التوتر بين مربطي هذين المصباحين؟ فتتعرفوا بأن المصباحين متماثلين، إذن متى يكون عندنا المصابيح متماثلة؟ نخصنا نبين أو نبين واحد النقطة مهمة جدا. المصابيح المتماثلة متى تكون عندنا متماثلة؟ متى تكون عندنا مصابيح متماثلة؟ فهاد المصابيح تتمر منهم نفس أو شدة تيار المار بهذه المصابيح تكون متساوية، ثم أن التوتر تيكون متساوي بين مربطي هذه المصابيح. إذن بمعنى المصباحين L2 وL3 متماثلة، إذن كنا نحدد التوتر بين مربطي كل مصباح. إذن هنا طبعا غادي ناخذ هذه الدارة هذه اللي فيها المولد والمصباحين المركبين على التوالي. مركبين على التوالي، إذا نطبقوا ما يسمى بقانون إضافي التوترات. فالتوتر بين قطبي المولد هو مجموع التوترات بين مربطي المصباحين، يعني أننا غادي نجد واحد العلاقة إي تساوي إي واحد زائد ماشي إي واحد بل إي اثنان زائد إي ثلاثة. هذا قانون إضافي التوترات. ولكن تنعرف بأنه إذا هنا لدينا بما أن المصباحين L2 وL3 متماثلة، ماذا يعني ذلك؟ يعني فإن طبعا عندهم نفس التوتر، يعني أن U2 تساوي U3، U2 تساوي U3. وبالتالي رجعنا للعلاقة، كيفاش غادي نحددوا U2؟ إذن عندنا U تساوي U2 زائد طبعا U3 فهي تساوي U2، إذن غادي نكتبوا U2 زائد U2 اللي هي 2 U2. ومن خلال هذه العلاقة غادي نستنتجوا U2، يعني أن U2 تساوي U مقسومة على 2. تطبيق عددي، تطبيق عددي طبعا عندنا U2 تساوي ف U توتر U سبق لنا شفناه من خلال طبعا هو 5.6 فولت، إذن غادي نكتبوا 5.6 فولت مقسومة على 2 اللي غتعطينا U2 تساوي 2.8 فولت. وبما أن المصباحين متماثلين هذا تعني بأن U3 تساوي U2 وتساوي كذلك 2.8 فولت. إذن تلاحظوا من خلال هذا التمرين أننا طبقنا ما يسمى بقانون إضافية التوترات، سواء بالنسبة للدارة الأولى أو بالنسبة للدارة الثانية، بالنسبة للدارة الثانية. وبالتالي فقوانين يعني هنا في هذا التمرين هذا تنجد بأن القانون إضافي التوترات، إذا طبقنا لإيجاد قيمة ديال التوتر بين مربطين المصباح L1 وتوتر بين مربطين المصباح L2 وL3. إذا فغادي نحاول طبعا الخص، إذا نشوفوا التصحيح. إذا تلاحظوا أولا حدد التوتر U بين قطبي المولد، إذا علمت أن التوتر U1 بين مربطين المصباح L1 هو U1 تساوي 5.6، بما أن العمود والمصباح مركبين على التوازي فإن U تساوي U1 تساوي 5.6 فولت. بالنسبة للسؤال الثاني أحسب التوتر طبعا U2 و U3 على التوالي بين مربطين المصباح L2 و L3.
لنحسب التوتر E2 بين مربطين المصباح E3، نطبق قانون إضافية التوترات فنكتب U توتر بين قطبين المولد و E2 زائد E3. وبما أن المصباحين L2 وL3 متماثلين فإن U2 تساوي E3. إذن فU2 تساوي توتر بين قطبين المولد مقسمة على 2. إذن تطبيق عددي تنكتب U2 تساوي 5.6 مقسومة على 2 اللي هي 2.8 فولت. وبما أن التوتر طبعا U2 تساوي U3، إذن ف U3 تساوي 2.8 فولت. إذن هكذا تنهي هذه الحصة هذه ديال التقويم والدعم. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.